لسنوات طويلة مثلت فرق الفنون الشعبية في فلسطين نموذجا حيا لدعم الهوية الفلسطينية وتعبيرا عن الأصالة والعراقة. ففي فلسطين يوجد أكثر من 20 فرقة متنوعة الأساليب ومتوحدة الأهداف، مختلفة في رقصاتها ومتشابهة في حرية وانطلاقة، عابرة للحدود أو ثابتة في جذور الأرض، إلا أنها في النهاية تتحرك جميعا بروح واحدة وتغني معا بنفس درجة الصوت. بدأ تأسيس أول فرقة للفنون الشعبية الفلسطينية في عام 1977 عندما اقترح عبد الله الحوراني المدير العام للدائرة الإعلامية الثقافية الفلسطينية على الشاعر أحمد دحبور والملحن حسين نازك تشكيل فرقة فنية. وبالفعل انتقوا شبابا وفتيات فلسطينيين مؤهلين ليكونوا نواة للفرقة الغنائية، كما تم اختيار أشعار لمحمود درويش وسميح القاسم لتقدمها الفرقة التي أضيف إليها فرقة دبكة لتكمل التعبير البصري إلى جانب الغناء. بعدها تأسست فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية عام 1979 بجهود نخبة من الفنانين والفنانات، وقد استلهمت الفرقة عروضها من التراث الفني الإنساني بشكل عام والتراث الشعبي الفلسطيني بشكل خاص. ومنذ انطلاقها وفرقة الفنون الشعبية تعد رائدة للرقص الشعبي الفلسطيني، حيث حققت في مسيرتها العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مهرجانات محلية ودولية، بالإضافة إلى شعبية لم يسبق لها مثيل، حيث تحولت أغاني ورقصات الفرقة إلى أنغام يجدو ويرقص بها الفلسطينيون في أي مناسبة وبكل مكان. وعلى مدار 4 عقود لاحقة استمر تأسيس وانطلاق الفرق الشعبية التي تجتمع على هدف واحد، ألا وهو تمثيل فلسطين تاريخا وتراثا، حضارة وثقافة، أحلاما وآلاما.